ولكن هل مزبوط يمكن عمري تنقول 50 سنه؟ يعني الانسان اذا ما طلع بالمرايه ما شاف اولاده عم يكبروا واحفاده عم يكبروا، مين اصلا ما بيحس؟ يعني يمكن الروح بتضل صغيره ولكن الجسد هو اللي بيفنى. يعني هلا في فكره الخوف من الكبر اللي هي كثير علامات، يعني ما حدا بده يكبر، صح، غير شو يغيروا من المظهر الخارجي مظبوط تيخبوا الخوف الداخلي، وصار كثير قوي مظبوط لدرجه انه كل الصغار اللي عم يكبروا عم يحسوا حالهم انه غلط يكبروا، يعني صار انه كل عمر له حكمته اكيد، وكل عمر حق فيه وجماله ومرحلته. نعم. بتقولي في حكمه حلوه كثير، بتقولي دون لو جاردان دي فوا تو الموند صور، في حديقة الأصوات الجميع أصماء. يعني شو بتعني؟ هيدي حطيتيها كمان على ظهر الكتاب. هيدي بتعني لها كتير معاني وكتير كبيرة. نحن بالعصرنا هيدا عصر الضجيج، عصر الضجيج، فكل العالم عم تحكي ما حدا عم يسمع، ما في سمع، دونك العالم سنسور، يعني ما كل اذا كل عم تحكي ما حدا بيسمع حدا، صح، حدا ما يسمع حاله حتى. ايه فيك نحن بتور دو بابل اذا بدك، نعم، برج بابل، ما حدا عم يفهم حدا، نعم، خلص صرنا سريعين وصرنا ما عم نسمع، ما عم نفهم شو عم بيصير، اسرع منا صارت الحياه. بس يعني شملت اذا بدك فكره العالم هلا، ليفولوسيون دون لو موند. نعم، انه الضجيج اللي كل الناس عم تحكي بذات الوقت ما حدا عم يتسمع على الثاني، واهم من هيك انه ما حدا عم يسمع على حاله، لانه اليوم الصمت هو تتكتشفي حالك تتقدري تروحي صوب الاخرين. اكيد. بتقولي ايضا je n'ai rien trouvé d'autre que le divorce pour amuser la société. وتقولي l'ordre du monde m'empêche de vomir à ma guise. كمان بتقولي les hommes qui crient manque de fer. كمان بتقولي je plains ceux qui sont morts pour la cause, celle-ci étant toujours l'illusion de la liberté. بنحس هون انك ثائره، يعني حب، يعني ضد المجتمع، ضد الرجال، ضد اذا بدك ضد الانسان كانسان اليوم بالعصر الجديد. شو اليوم يعني شو عندك ضدهم، او شو بتحبي توجهي لهم بهالاحكام؟ انا لا، ماني ضد الرجال، لا ما عم بحكي الرجال، انه ضد الرجال مش انه كرجل كانسان. انت عم تقولي ليزوم كي كري مونك دو فار، ليزوم سا بو اتر اون فام او ان هوم. عندي مشكلة أنا مع الناس اللي بيمرقوا من حد الشغل اللي كتير لازم تعطيهم نو ينفعلوا، لازم ينفعلوا، بس يمرقوا من حدا وما ينفعلوا. نعم، يعني أنت عم تقولي إنه الناس صايرين شوي مش ما عم يعني ما عم بيهتموا بالأمور اللي يمكن هي لازم تكون عم بتخليهم عن جد هن يثوروا، او هن كمان يحبوا يغيروا هالامور. ايه، عم بيقبلوا بكل شيء بالضبط. يعني نحن صرنا ب في لا مبالاه يمكن. ايه، شوي بلاتيتود. نعم، يعني ما في تلوع، في نزول بس ما في تلوع، ما في تلوع. يعني خصوصا لا جونيس هلا كلها بضل تقول اخر همي، ما بيهمني هالشيء، وايه شو فيها اذا صار هيك وشو فيها. سي لا مبالاه، سي لا جونيس كي كثير انا بعلم وبشوف قد ايه يعني كثير اخر همهم العقل، كل شيء عم بيصير. ايه، تلاميذ بالجامعه وكنت علم بالمدرسه. يعني العمر عم تحكي 16 17 18 مظبوط. ايه، حتى 20 22 انا ما فيي اتحمل، يعني ما بقدر، بدي اعبر بشيء عنها. انا جو سوي ريفولتي كونت لي جون كي سون كي سون ان بو انديفيرون. يعني انت ما بتحب الناس اللي ما بيهتموا وما عندهم اي احساس او شعور او انفعال على شيء، يعني كانهم مش مكترسين للشيء عم بيصير حواليهم. مزبوط. حتى يمكن هذا قله الاكتراث صار لنفسهم كمان. يعني بتصور انه ما حدا فيه يكون هالقد مش مهتم بغيره ويكون مهتم بحاله. اكيد هلا هيدي بتصير الانانيه، ولكن في درجات كمان بتصور.
وعم تقدر توصلي الرسالة بك انت كمعلمة كأستاذة بالجامعة، عم تقدر شوي تحط يعني هالرسالة اللي عندك اياها انه لا بالعكس طلعوا حواليكم وجربوا شاركوا وجربوا اعطوا رايكم، عم تقدر تقطعيها كرسالة؟ بحاول قد ما في كمدرسة، بعمل كثير جهد لاقدر وصل هالشيء للتلاميذ، وبتمنى انه من كل الاستاذ كثير بيعلم بالتلميذ، يعني هو الطريق الوحيد لحتى يوصل التلميذ ينفتح على العالم وعلى الافكار الجديده. فانا بتمنى من كل الاساتذه لانه دورهم كثير فعال بالشباب بالمجتمع، نعم مجتمع الشباب، هن دورهم يوعوا التلاميذ، يوعوا الليجان الجيل الجديد. تتحدثي كمان اكيد عن الحب والعلاقه بين الرجل والامراه، بتقولي لوم إلا مي لا فام لا تون توجور، هيدي كثير عجبتني كثير. لي جون كي سام ne se voient pas. Je vais avec un homme, je rentre avec une plume, il dort tôt, elle me veille. كثير حلو لانه بتصور انه اللي بيتعمق واللي يمكن قاطع فيها كاكسبيرينس انه بحس مزبوط انه اليوم الرجل والامراه قد ايه بده يكونوا قريبين عن بعضهم، ولكن هن عالمين مختلفين، يعني الرجال بيكون فكر حاله يمكن انه هو ظهر الست اللي بحبها او مرته او وحكي معه وهيك وفات ينام انه هو عمل وجباته بكي هي تكون بعدها ناطره كلمه او ناطره ما بعرف انجاست او يعني هيدا كثير شيء حلو. شو بتنتقدي اليوم بهالجيل السريع؟ يعني اليوم بتصور انه صرنا بجيل وين الوقت مداهمنا بضل، يعني بضلنا عايشين نحن خايفين انه هي خلص الوقت ولا الوقت وعاد عندي وقت. شو اليوم شو انت نظرتك للعلاقه بين الرجل والامراه بالعصر اليوم؟ انا بعتقد انه مش بس اليوم، من زمان لليوم في قبيم بين الرجل والمرأة، في يعني وادي كبير مظبوط بين الرجل والمرأة، مش بس بين الرجل، بين كل شخصين. نعم، ما حدا قد ما يقول أنا بفهمك وأنا معك وأنا، ما حدا بيقدر مظبوط يفهم الثاني، يعني سي أبسيورد، أنا هيك بشوف. يعني أنت بتلاقي إنه محتم إنه ولا ممكن رجل وامرأة يفهموا بعضهم 100%؟ بيتفاهموا على أشياء، على على الأشياء بالحياة، بس يفهموا بعضهم انه يقدروا يدوبوا ببعضهم بالتفكير بتشك ايه، لانه رجال ومراه، يمكن لو رجالين او امراتين بيفهموا بعضهم اكثر. لا لا لا، انت عم تحكي كل انسان، كل انسان مع الانسان الثاني بشكل انديفيدوال. الرجل والمراه لانه بيعيشوا مع بعضهم بيتعايشوا مع بعضهم، فبتصير الابيم اكبر. نعم. اوكي، نحن بنتشكرك على هالحديث الحلو عشان لطيف، وعن جد نتامل كل النجاح لكتبك الجديد، وكثري لنا من هالاحكام لانه حلوين كثير وبيعلمونا كمان كثير. مشاهدينا الكرام، بتخلص فكره كتاب اليوم وهلا نبقى مع بريك.